افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسجد الأمير سنان بعد إحلاله وتجديده. خلونا نشوف المزيد في هذا التقرير. 10 مليون جنيه. وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد الأمير سنان بديروت الشريف بعد إحلاله وتجديده. افتتاح يأتي ضمن عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة ليبلغ أكثر من 60 مسجدا افتتحتهم الأوقاف خلال الشهرين الماضيين في أسيوط. هذا هو النموذج اللي يليق بالحضارة المصرية، ده اللي يليق بتاريخنا، ده اللي يليق بدور العبادة. ولذلك بنأكد ان دور العبادة يجب انها كلها بقى على هذا النموذج الراقي اللي يليق بحضارتنا. اليوم بيتم افتتاح 29 مسجد، وفي محافظة أسيوط تحديدا خلال ال 100 يوم اللي هتحدثنا عنها تم افتتاح نحو 60 مسجد. انجازات غير مسبوقة لم تشهدها البلاد من قبل. من ضمن الانجازات اللي بتتم هي تعمير المساجد، بناء مساجد جديده اخرى، حقيقي اللي بيتم على ارض محافظه اسيوط في مجال بناء المساجد واعاده التجديد والصيانه ورفع الكفاءه. يمكن العمل اللي موجود حاليا يشهد على هذا الكلام. مسجد الامير سنان انشئ منذ اكثر من 300 عام على مساحه صغيره، واليوم يتزين من اجل استقبال المصلين بعد توسعته على مساحه 1200 متر تقريبا. يمتاز بقبته المعماريه التي بالنظر اليها تكون كفيله ان تخبرك انك في حضره ديروت القديمه. تشهد محافظة أسيوط طفرة غير عادية في افتتاح المساجد، وأيضا يعني ضمن اهتمام وزارة الأوقاف البالغ بعمارة المساجد مبنى ومعنى. افتتاحات للمساجد تتوالى خلال الفترة الماضية والحالية في عهد الرئيس السيسي، إنجاز للدولة المصرية لا ينكره إلا حاقد أو جاحد أو مأجور، فضوء الشمس لا ينكر. ضمن 27 مسجدا جديدا افتتحتهم وزارة الأوقاف في 5 محافظات، أسيوط تحظى بافتتاح 7 مساجد جديدة، ضمنها مسجد الأمير سنان التاريخي بديروت الشريف بعد إحلاله وتجديده تحت إشراف الأوقاف، دلالة على اهتمام الدولة المصرية بالمساجد التاريخية بالتوازي مع تشييد وبناء المساجد الحديثة. من أسيوط، وليد هيكل، النيل.